وأريد أن أطمئن الشعب التونسي وأدعوهم إلى التمسك برباط الثقة بدولته ووطنه والمضي قدما في تحقيق تطلعاته. إن الاقتصاد التونسي في طريقه نحو التعافي والاستقرار، وإننا عازمون ثابتون على تجاوز مختلف التحديات واسترجاع التوازنات المالية واستكمال مسار الإصلاحات التي شرعنا في تنفيذها، ومن أهمها على المدى القصير إرساء إجراءات عاجلة لتنشيط الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات. وقد صدر مؤخراً في هذا الصدد مرسوم يتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة، وأمر يتعلق بالمراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال. وكذلك شرعنا في تثمين رأس المال البشري بإرساء المجلس الأعلى للتربية والتعليم لإصلاح جذري للمنظومة التربوية مع ضمان جودتها، لدعم الاستثمار في الموارد البشرية التي مثلت وما زالت أهم استثمار منذ الاستقلال وركيزة الاقتصاد التونسي.